سؤال السوشيال ميديا اللي احنا ان شاء الله هنقرا كل تعليقات حضراتكم في الجزء الاخير من حلقه النهارده. ما تنسوش سؤال الحلقه، ايه رايكم في اداء النادي الاهلي تحت قياده موسي ماني؟ طيب نطلع فاصل، واثناء الفاصل انا ملاحظ ان نهاوندا خدت كل الاجراءات الاحترازيه وقلبت نينجا ونرجع تاني نكمل الكلام. ايوه انا خايفه والله. يلا اتفضل.